نعم. بحيث اي وقت صاحب البيت يبقى يضيف الستائر يقدر يضيف يقدر. احنا هذا اللي دائما ننصح فيه العملاء انه ممكن انت في اثناء البناء عندك التزامات ماليه كثيره، لا ممكن انك تاسس اشياء كثيره للبيت وتنفذها في وقت لاحق. المهم في فتره البنيه التحتيه للبيت يكون البيت جاهز، حتى لو انت ساكن فيه وما شاء الله مشطب وخالص ممكن انك تضيف اي شيء في وقت ثاني. المهم انه مؤسس بنظام السمارت. فعندنا هذا السمارت سويتش اللي عند مدخل البيت، هذا المدخل الخلفي للبيت طبعا، هذا الخروج عليه صورة الخروج من البيت، هذا الهوم مود. طبعا ممكن اني اتحكم باشياء منفصلة لحالها، مثل عندي الثريا بنفس الزر بشغلها ونفس الزر بطفيها، عندي الإضاءة السبوت اللي هي عند البانتري عند الطعام نفس الشيء ممكن اني اطفيها او اشغلها، تحكم بالستائر، كل الاوبشن عندي في